تمر على الشعب الكردي الأول من آذار الذكرى 43 لرحيل الزعيم الخالد مصطفى البارزاني الذي وافاه الأجل في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979. في تلك الظروف الحرجة كان لرحيل البارزاني تأثير كبير على المسيرة الحركة التحررية الكردية وشكل مأساة للشعب الكردي. راسي وفاتي بارزاني نمر كارسات يقبول همو جيهان بوخ. نبأ رحيل البارزاني حل علينا ككارثة، وكان وفاته مأساة للشعب الكردي. أتذكر عندما انتشر الخبر بكى والدي كثيرا، وعم الحزن على جميع الناس في محافظة حلبجة. بعني صاحر بودا الراجيم كردو الراجيم تكالوب كردو على أساس أمزاني بارزاني لجير عملياته إلى أمريكا. كنت أعرف بأن الخالد مصطفى البارزاني راقد في المستشفى. صبيحة يوم الأول من شهر آذار عام 79 فتحت الراديو وكنت أستمع إلى إذاعة مونتي كارلو، فصعقت عندما أذاع خبر رحيل الخالد بارزاني، فألقيت المذياع من الطابق الثالث ولم أستمع إلى الراديو لمدة 3 سنوات، وكان خبر وفاته مفجعا للشعب الكردي وكان ضربة مؤلمة لنا. قاد الخالد مصطفى البارزاني الثورة الكردية التحررية من أجل الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وهو صاحب مقولة: إن الثورة والحرب ضد الحكومات لا يعني الحرب ضد شعوبها، لأن الحكومات تذهب والشعوب باقية. بارزاني نمر هيك يكلف سركردا ديارو برشاواني شورشي كردي كتواني. الخالد مصطفى البارزاني أحد الزعماء البارزين في الثورة الكردية. بسبب شخصيته الكاريزمية اجتمع الشعب الكردي حوله وشارك معه في الثورة الكردية، والتف حوله أبناء الشعب الكردي بجميع شرائحه، وقاد الثورة والنضال متحديا كل المصاعب والتحديات، وكان سرندا متينا للثورة الكردية في باقي أجزاء كردستان. أقرب معني بتشان دقيقة بامك بجينينا كوتشي دواي بارزاني نمر براسي كاريشي. في ذكرى رحيل الخالد مصطفى البارزاني أهدي أسماء آيات الوفاء والخلود لروحه الطاهرة وجميع شهداء كردستان. خلال مسيرته النضالية تمكن الخالد بارزاني من تجسيد الوحدة والعدالة الاجتماعية، وناضل من أجل حقوق شعب كردستان. وبشخصيته الفذة كان قريبا من جميع الشرائح داخل المجتمع، من الرجال الدين والمثقفين والعمال والشباب. كان الراحل مصطفى البارزاني رائدا في الثورة والنضال في جميع أجزاء كردستان وفي أحلك الظروف وأصعبها. قاد الحركة التحررية الكردية ونضال الشعب الكردي العسكرية والسياسية لعقود من أجل الحرية والديمقراطية والسلام. لبرنامج نسمات زاغروس أمير سليم، حلبجة.